السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ورسا وحنو مهد عني إلهي سبحانه وتعالى إنو سورة قليي كلان كان آد كأقيم هابدن لإنا أسكون نمادن مرلباد وحنو مهد عني مامولك مساجد كإبن تيمية ومرولبا أسعي قرآن كسابقة يسعي الدعوة إنتبه وحكو مهد عني معلمين تقيم هابدن له وأرضي ذا وحبرتي كدب واردين تي كسوة بعد يقول مر بأكشوي وحن سيقار قم هذا يعني العلماء أجل داء وطرتنك قرصور كيسا قيبوين كقاتي وإنو سرق لي بعد الله عز وجل انت كدب إخواني في الله المرة بإنا نديريه وحن كل كل نقن حديث كي دكتور آدم أو يلي كنت وحديث عظيم حديث كا وحن نبي كورني صلى الله عليه وسلم خليفة راشدة عثمان بن عفان رضي الله عنه وحنبي كوري يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحكم قلي حديثك أرض جيسة تابعك جيلك أها أبو عبد الرحمن السلم وحن ما ننتي أن كم قلي عثمان أفكيسة أيام فلسطين كلمة داسة فلسطين وحن القرآن كدت كبري يسوقون بينك قادرين وان شلن أن كقادنين حوالي أفرتن سنة أي معلقة ما هاكو كل في مركا أبو عبد الرحمن إنه فريستو كو إنه هرت اللقاء إنجليو كلمة دا قيمة بدن له حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إنه هلو خيرية دا خاص كا أرت أمدن إلهي بقولك وش يقول وخير بدنت كنتم خير أمة أخرج الناس لكن تسوى عام لكن خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخيرية خاصة يي قاركو تهي إدي أخدمية إلهي كلامك سبحانه وتعالى وحي تلمامسة السجارة فضلك أوليه معلمكم وضدك قفك وخير بدنك إنك لما أتب معلمك والله يصح وحال أريد يصوم هذا هذا الرونة وحوقايا قبل ما أقولي إيم ساد ولاتين كاسر أفر ولي وذات وكان وذات كلنا عنا مرة عصرة وأننا حامل القرآن إلى نبي يقول حليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه معلك ضدك أقوى خير بذنبك مدية أرض يقولنا ضدك أقوى خير بذنبك مدية والدك قيبتك قد ضدك أقوى خير بذنبك مدية وهو الصيلة دي مركا قف كستو إن قم بده إن ساء أبو عبد الرحمن السلمي أو كد ذاله إن القرآن كدت كبره وأفرس ساء خير يدا خاص كأه وحيره مدوي مولا ليال مدى إن أنفع ساء آخر إيو أدوم به وحلا يا أرضيدا يا والد كبير سجارة إن تعلم القرآن كم أكلها تلقين تأيو حفظك وإن السي وضان قرآن كتفسير كيس وإن برتاه قرآن كبرك تفسير كيس بدرته أدبرته وحبذا بعد فهميسه هذا بشر بدان إن كجرنو بركة الخير كذا وحكم ده نماك أقو عنصر أدونك مانت من بروفيسور كأها هارفارد يونيفرسال بل أها سينتيسك أقوين هذا عالم كا قيبتا استمسالسك وكله تدوبات انجير أيا مارتو قاتي إسلامي وضع محوكو قاتي قرآن كو أخرية قرآن كي مفهم كازوحا الشيء قدو وحبك مجران هذا هو الحق كان صح هنري لارسن أيان دو تلوقف التوحيد دات كيسدا أهد لمان قرآن كبرك برتان أي أخريان تدبران ويسو إسلامي كإن نقا وحال نقربا أرضي دينا إن أمبرنو تفسيرك إنا برنا آيات الأحكام إنا برنا متقنا علوم القرآن سي قراءاتك سي قرآنك أفهمان والدك الوحي أنك أنفع يا كاسوي والله إنك أدمات محمد السيد علماء الشيخين إنا أذكرك إنها الطبيب أما الدكتور أما مهندس إنجينير لكن وحكا أو ليس إنك قرآنك أدبرته قراءاتي سا حفتي سا تفسيرك سا أحكامتي سا كاسا كو شفاعة قاضية كاسا كو إرجينية وحكا ستوتكو بحسنة عبادة ويا لكن وحي كذا واحد كبر حساي عبادة نقول ما يس وكذا واحد نفته ذي ذيك أودد دار ما ولا ريال إن أن أرض هذا سيبر نقرآنك والكون أين كعاجز مر والباقي كل ذالان وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.